أعلنت النيابة العامة التركية عن انتهاء التحقيقات في جريمة قتل السفير الروسي لدى تركيا أندري كارلوف، وأرسلت لائحة الاتهام إلى المحكمة، وتضمنت اللائحة 28 متهما على رأسهم رجل الدين التركي فتح الله جولان. ما زالت الحرب السورية تلقي بظلالها على مجريات الأمور في العديد من الدول المساهمة بشكل كبير في رسم مصير هذه الحرب، وعلى رأسها كل من روسيا وتركيا التي جمعتهم الساحة السورية. وفي أبرز هذه المستجدات والمجريات الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة في تركيا إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله جولان المقيم في الولايات المتحدة باغتيال السفير الروسي السابق في أنقرة أندريه كارلوف في 19 من ديسمبر كانون الأول 2016، وأحالت ملف القضية إلى المحكمة الجنائية. ووصفت النيابة العامة في لائحة الاتهام المؤلفة من 609 صفحات الجريمة بالعمل الاستفزازي ضد العلاقات الروسية التركية، وطالبت بعقوبة السجن مدى الحياة وعقوبات سجن بفترات مختلفة على 28 مشتبه فيهم يتقدمهم جولان. ووجهت النيابة العامة تهما ضد المشتبه فيهم، منها انتهاك النظام الدستوري والانتماء إلى منظمة إرهابية وارتكاب جريمة قتل بدافع الترهيب وإطلاق النار بالسلاح لإشاعة الخوف والذعر والقلق. وسبق أن أصدر القضاء التركي قرارا بحبس 7 أشخاص في إطار التحقيقات ذاتها، بينهم 3 من أفراد الشرطة. ومنظم معرض للصور في أنقرة كان يفتتح كارلوف عندما أغتيل على يد الشرطي مولود مارت الطناش. وتقول السلطات التركية أن منفذ الاغتيال كان ينتمي إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله جولان المتهمة بتدبير محاولة انقلاب وقعت في تركيا في 15 من يونيو تموز 2016. بدورها أصدرت محكمة في موسكو 9 أحكام غيابية لاعتقال مواطنين سوريين متهمين بقتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف الذي أسقطت طائرته مقاتلة تركية من طراز F-16. وقد تم توجيه الاتهام إليهم جميعا غيابيا، وتم وضعهم في قائمة المطلوبين الدولية. هذا وكانت مقاتلة تركية من طراز F-16 قد أسقطت قاذفة روسية من طراز SU-24 في الأجواء السورية في 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2015، وعلى بعد 4 كيلومترات من الحدود مع تركيا، ما أسفر عن مصرع قائد الطائرة حينها واندلاع أزمة في العلاقات بين روسيا وتركيا. وادعت أنقرة أن SU-24 دخلت مجال الجوي، وذكرت هيئة الأركان العامة الروسية أن الطائرة لم تعبر الحدود، وهذا ما أكدته بيانات الدفاع الجوي السوري. وقد أطلق النار على طيار SU-24 أوليغ بيشكوف من الأرض أثناء هبوطه بالمظلة على يد مسلحين من الأراضي التي يسيطر عليها التركمان السوريين، وجرى منح الطيار لقب بطل روسيا. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذه القضية، سعدني أن أرحب بضيفاي معي من القاهرة الأستاذ محمد حامد باحث في العلاقات الدولية، ومن موسكو دكتور فهيم الصوراني خبير في الشأن الروسي. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتور فهيم لو أبدأ من عندك، مساء الخير. الخير. يعني كيف تنظر موسكو إلى هذه الاتهامات بعد مرور 2 على قتل السفير الروسي على الأراضي التركية، 28 شخص متهم، على أي أساس وكيف تم دعنا نقول ترطيب الأجواء بعد مقتل السفير الروسي بين تركيا وروسيا؟ تحية لك وإلى مشاهدينا الكرام. هو التحسن والانفراج في العلاقات سبق إعلان تركيا اليوم عن توجيه هذه التهم بحوالي 28 شخصا بتهمة قتل السفير الروسي في تركيا. هذا التحسن سبق الإعلان عن هذا الشيء، لكن أعتقد بأن روسيا قد تكون بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول طبيعة ما حصل فيما يتعلق باغتيال السفير، لأنه هناك يعني ما يشبه الهفوات فيما تعرض له السفير الروسي في تركيا، سواء من خلال سهولة تسلل القاتل إلى المكان وعدم وجود أي يعني حماية كان بإمكانها التصرف في هذا الوقت، فضلا عن أن هناك يعني 28 مشتبه في هذه القضية، وهو رقم ملفت جدا لعملية يفترض أن يعني تكون محاطة بالسرية وبالكتمان. طبعا من الناحية من وجهة النظر الرسمية لم يصدر حتى اللحظة بيان أو تعليق على ما صدر في أنقرة اليوم في هذا الصدد، لكن الواضح بأن الروس سيكونوا بحاجة إلى مزيد من
التفاصيل والمعلومات حول ما توصلت إليها وتقول السلطات التركية بأنها توصلت إليها، لأن القضية كما تعرف هي تعتبر جريمة ذات طابع دولي، اختيار سفير لدولة في عمل إرهابي كما حصل قبل عامين مع السفير الروسي في تركيا وأدى إلى مقتله. نحن بانتظار طبعا من الناحية الرسمية بانتظار ربما بيان رد فعل أو بيان موقف روسي حول ما صرحت به تركيا، لكن في كل الأحوال يبدو أن الموضوع بحاجة إلى مزيد من المعلومات طيب من الجانب وصلت التركي. الفكرة دكتور فهيم. نعم أوصل. اسمح لي أن أذهب إلى القاهرة، ضيفنا عم يستنانا من هناك الأستاذ محمد حامد. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا بك. يعني الدكتور فهيم أشار إلى نقطة في غاية الأهمية، تحدث عن من المفترض أن تكون العملية السرية، ولكن رقم 28 كبيرة، يعني 9 رصاصات تم إطلاقها من مسافة قريبة من شخص يدعى مولود ميرات التينش. يعني هذا الاسم من المعروف من خلال المعلومات بأنه كان حارس شخصي لأردوغان. أستاذ محمد حامد، طبعا أنا لا أتفق مع الاتهامات التي ذهبت عليها النيابة التركية وأن هذا الرجل ينتمي لحركة الخدمة. هذا افتراء، هذا كذب، هذا غير حقيقي. حركة الخدمة تم تحميلها أكثر من اللازم تبعات ما حدث بعد الانقلاب الفاشل في تركيا. كل هذا يعني النيابة التركية والقضاء التركي أصبح مسيس، وأنا رأيي أن هذه الاتهامات واتهام هذا الرجل أن ينتمي لحركة الخدمة هو اتهام مسيس وغير حقيقي، وتماهى مع سياسات الحكومة بإلباس وإلصاق كل التهم وكل الأحداث التي تحدث في تركيا بحركة الخدمة. حركة الخدمة حركة سلمية، حركة وطنية بنت تركيا، لا تستحق كل هذه الاتهامات، لا تصف بالإرهاب، لم تدعو اللحظة إلى الإرهاب، بل هذا الرجل يقال أنه داعش استقطبته، أو يعني تركيا أصبحت مرصع لداعش، مرصع للجماعات الإسلامية المتطرفة، جبهة النصرة، أنصار الشام وأحرار الشام وكل هذه الجماعات الطائفية البغيضة التي يعني أرسلتها تركيا إلى الشمال السوري. فأنا رأيي أن هذا الرجل لا ينتمي على الإطلاق لحركة الخدمة، وأن هذه المتهمات مسيسة مفبركة لا تنطلي على أحد. لا يمكن أن روسيا أن تقتنع بهذه الاتهامات، وهذا الرجل كان حارس شخصيا لأردوغان، ولا يمكن أن يكون منتمي لحركة الخدمة سواء تنظيميا أو فكريا أو أي شيء من ذلك القبيل. إذا كانت حركة الخدمة بهذه القوة، لماذا تختار سفير دولة أجنبية وتتجه يعني وتحدث مثل هذه الأزمة؟ ولكن كان عليها أن تقوم بالانتقام من النظام السياسي الحاكم الذي قام باعتقال آلاف المدنيين وآلاف العسكريين وطرد آلاف المدنيين ومئات الآلاف من المدنيين من الجيش والشرطة والمؤسسات الدولة بدعوى التحضير للانقلاب. يعني أنا لم أرى أن حركة الخدمة لديها نزوع للسيطرة على السلطة بعد الانقلاب الفاشل، أو إذا كان يعني هذا الكلام صحيحا، لم نجد مظاهرات تتعج بتركيا، لم نجد انتفاضات شعبية توجه للحكومة التركية بعد الانقلاب الفاشل. فيعني هذه كلها ترهات ويعني حديث غير حقيقية. طيب دكتور فهيم، سمعت إلى وجهة نظر الأستاذ محمد، كلها أمور أو اتهامات مسيسة وكانت في تلك الحقبة، ولا زالت هناك كثير من الجماعات الإرهابية المدرجة على لائحة الإرهاب متواجدة على الأراضي التركية، والتقارير آخرها تقرير هولندي حول هذه الجزئية. حتى عندما تم اغتيال السفير تم استخدام عبارات يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي دكتور فهيم. نعم، يعني فيما يتعلق في العبارات كان قد يكون جزء من مسرحية ربما ركبت بحيث أنه يتم حرف الأنظار عن الجهة الحقيقية التي تقف وراء مقتل السفير أو اغتيال السفير الروسي. نحن نعرف بأن يعني اغتيال سفير في دولة ليس بهذه السهولة يمكن أن يؤثر على العلاقات بينهما، إلا إذا كان ذلك يتعلق في تقصير ربما قامت فيه الأجهزة المعنية وبالتالي تحميلها يعني جزء من المسؤولية على ما حصل. لكن برأيي أن التطورات الأخيرة الآن ربما تشكل في أحد أبعادها مأزق آخر لتركيا. طيب. الحديث الآن يدور عن شخص هو المتهم الأساسي، أو ليس المتهم الأساسي، المتهم عن رئاسة زعامة هذا التنظيم على فتح الله جولن، هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. فالآن بعد أن نوعا ما أغلقت تركيا ملف الأزمة الذي كان مع واشنطن بخصوص القس الأمريكي الذي كان معروف يعني أنه كان متهم بالتجسس، الآن هناك ملف جديد. من الغامض كيف ستتصرف تركيا ضمن هذا المعطى الجديد، لأنه من المستبعد جدا أن تقوم الولايات المتحدة بتسليمه، لأن العرف المعروف بأنه إذا ثبتت تهمة
الوقوف او الوقوف وراء عمليه ارهابيه، فمن المفترض ان يقوم هذا الطرف بتسليم طيب المتهم حسب دكتور الاتفاقيات فهيم، المراحل الاجراء الموجوده يعني من بين خلالك هذا من... الكبير. نعم وهذا يشابه الى حد ما قضيه طيب قضيه خاشقجي، لان هناك الكثير من الدلائل لربما طبعا هي اكثر وضوحا فيما يتعلق دكتور بقضيه فهيم، لا اعلم ان كنت تسمعني. نعم دكتور فهيم، يعني الفكرة هنا من سياق حديثك يعني تساؤل، خلينا نسأل عن إلى أي درجة روسيا مقتنعة بالمسرحية التي حضرتك أشرت إليها، يعني ما هي مدى اقتناع موسكو بهذه التفاصيل وإن كانت مسرحية بالفعل، وهل تأخر ردها أو تعليقها على هذا الموضوع موضوع الاتهام يأتي ضمن هذا الشيء؟ تعرف تماما انه اكثر من طرف في الازمه السوريه معني لربما بمحاوله احراج الروس، يعني التسبب باحراج للكريملين داخل الشارع الروسي ووضعه في حاله ارباك بسبب مشاركته في الى الجانب الدوله السوريه في موضوع مكافحه الارهاب. لكن يجب ان نتذكر بان الحادثه حصلت حادثه اغتيال السفير الروسي كانت في فتره كانت العلاقات بين البلدين تعاني من ازمه متوترة جدا، واستمر هذا التوتر إلى فترة يعني استمرت لعدة لأشهر طويلة تقريبا العام قبل أن يتم العودة إلى ترطيب العلاقات بعد أن يعني صدر من الجانب التركي بعض المؤشرات على قربه إلى حد ما أو مقاربته ولو الطفيفة من الرؤية الروسية لمعالجة الأزمة الروسية. طيب مع ذلك نتكلم نعم. نيابة عن طيب. كون نسأل عن موقف رسمي، فبطبيعة الحال هذا بانتظار أن يصدر موقف رسمي، لكن كما قلت لك في البداية طيب. يعني هناك نوع من بعض الثغرات موجودة في هذا طيب في سنسلط الضوء أكثر على الثغرات. اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ محمد، يعني الوقت يداهمنا. أستاذ محمد، يعني علاقات كانت متوترة حتى بعد إسقاط الطائرة الروسية التي قالت تركيا وبررت حينها بأنها تم اختراق الأجواء التركية، وبالتالي كان واجب وطني من قبل الأتراك لإسقاط هذه الطائرة. اليوم المحكمة الروسية تتجه بالاتهام وتصدر حكم على 9 سوريين، الكثير من المراقبين القانونيين وصفوها بسابقة في نوعها. أستاذ محمد حامد، طبعا أريد أن أشير إلى شيء، أن الطيارين الذين شاركوا في عملية غزو الزيتون أو عملية احتلال الشمال السوري منطقة عفرين كانوا متهمين بالانقلاب ضد أردوغان وضد الحكومة التركية، ثم كان يعني يذهبون إلى المحكمة بمتهمة تدبير الانقلاب، ثم بعد المحاكمة يذهبون بالطيران بلادهم لضرب الشمال السوري. فهذا تناقض، هذا أكبر دليل أن قضاء في تركيا قضاء مسيس وقضاء غير عادل. كيف تتهمه بالانقلاب في يوم واليوم التالي ترسله في مهمة وطنية للدفاع عن حدود بلاده؟ هذا تناقض. أما بالنسبة لاتهام السوريين، لأن عندما سقط قتل روسي ضابط روسي وسقط آخر على الأراضي السورية، كان هناك أو تم تمثيل بجثة الطائر الروسي الذي قتل، فكان هناك جماعات سورية مسلحة مدعومة من هيئة تحرير الشام، نعم، جبهة النصرة، قامت بتمثيل بجثة الضابط الروسي. فهنا هو هنا الحديث عن الاتهام يعني. نعم دكتور فهيم، يعني كلام قيم للغاية تفضل به الأستاذ محمد حامد حول موضوع إسقاط الطائرة التي هددت تركيا بإسقاطها، ومن ثم هذا الطيار الذي وقع أسيرا لدى جبهة النصرة وهي مدعومة تركيا، يعني حقيقة هناك قطبة مخفية لهذه اللحظة، كيف تم نقل جثمان هذا الطائر أو الطيار دعنا نقول إلى الأراضي التركية عبر هذه التنظيمات ومن ثم تركيا؟ يعني رعاية تركيا للمنظمات الإرهابية وخصوصا تلك التي كانت تعمل ضد الدولة السورية هو أمر بين وواضح ولا يحتاج إلى استدلال. لا يمكن لهؤلاء أن يعملوا بهذا الشكل وتصل قدراتهم إلى إسقاط طائرة روسية متطورة دون أن يكون يعني حصلوا وتمتعوا بالأسلحة المتطورة. وعلى وجه التحديد فصيل تركماني تابع لتركيا بشكل مباشر دكتور فهيم. نعم تفضل. عفوا أنا قلت لك بأنه على يد فصيل تركماني تابع بشكل مباشر إلى الأتراك أو تركيا. نعم وهذا ما أقوله، سواء هذا نعم. التنظيم أو غيره في نهاية النهاية هو كان يتمتع وما زال برعاية وباحتضان لتركيا. دور تركيا في الأزمة السورية وفي تبعات ما حصل في سيرو من ضمنها طبعا مقتل الطائر الروسي هو دور كان معروف من البداية وواضح، ولم تخجل كانت تركيا من التصريح والمجاهرة به، ولكن يبدو أن بعد أن أصبحت أوراقها يعني اقتربت من أن تصبح محروقة في هذا المجال ودخلت في مغامرة غير محسوبة تتحمل النتائجها،
فهي الآن بحاجة بشكل بأي شكل من الأشكال تحاول أن تتخلص من تبعات هذه المغامرة التي دخلت فيها في دخولها بهذا الشكل على خط الأزمة الروسية من عبر دعم تلك الجماعات، والتي أدت في النهاية إلى توريطها في أزمة في روسيا لم يقفل بابها بعد. طيب، ضيفي من موسكو الدكتور فهيم الصوراني خبير في الشأن الروسي، شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل ما تفضلت به من إضاءات، وشكر موصول لك أيضا ضيفي من القاهرة أستاذ محمد حامد باحث في العلاقات الدولية. مشاهدينا إلى ملف حلقتنا الثانية لليلة.